وهذا سائل يقول: بلادنا على منهج السلف، وهناك بعض الناس يدعوننا بالوهابية، فما قولكم؟ لا يهمكم هذا، ما دمتم على منهج السلف وعلى عقيدة التوحيد ما عليكم. سموكم وهابية هذا فخر لكم. الوهابية وش حقيقتها؟ الوهابية على دين الله وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنتم ما عليكم من هالكلام هذا، تمسكوا بالحق، ولا يضركم أنهم يقولون كذا أو يقولون كذا، أو متشددين أو جامدين أو وهابية أو غير ذلك، ما يهمنا الألقاب. نعم، إنه يهمنا الحقيقة، إذا كنا على حق فلا يهمنا التلقيبات والتشنيعات. أما الذي ما هو على حق يجب عليه أنه يرجع للحق. نعم، فإذا قال لك أنتم وهابية قل اشرحوا لنا مذهب الوهابية، وش بينوه لنا، اشرحوا، لأنهم قد يكونون أنهم ما يعرفون مذهب الوهابية جهال، أو يكونون يعرفون ويريدون التضليل، فأنتم اطلبوا منهم، تحدوهم واطلبوا منهم يبينون لكم ما عليه الوهابية التي يقولون، فإن كان حقا فالحق هو المتبع، وإن كان باطلا ونبرأ إلى الله من ذلك فالباطل يترك. نعم.